نعم، لماذا برأيك الحوثي رغم يعني تعدد الأخطاء تكرارها إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتعلم من هذه الأخطاء ولم يفسر بشكل صحيح يعني براد التحالف من إنهاء هذه الأزمة؟ لأن مثل ما قلت هي جماعة عدمية لا تبحث عن خيارات، لا تبحث عن خيارات سياسية، لا يوجد لديها مشروع سياسي حتى ممكن يعني مثل أن يقف المتفاوض عند حدوده، يطلع اللي موجود في الداخل على أبعاده، يتفحص مثل أين إيش مراده، إيش هدفه في المستقبل. جماعة عدمية تماما تحرك من الخارج لتحقيق مثل المصالح الخارجية، والمصالح الخارجية هي لم تستخدم الحوثي إلا لأن الحوثي لا يملك إلا أداة العنف وأداة الإرهاب، وإذا نزعت عنه مثل نزعت عن الإرهاب والعنف هو أصبح لا شيء. فهي هذه جماعة عدمية كل خياراتها عدمية. إذا ما اللغة المناسبة اليوم للتعامل مع ميليشيا إرهابية بهذا الشكل ونعلم جليا أن من خلفها إيران وهذه الميليشيا مجرد أدرع لي أو أدرع إيرانية؟ على القوة السياسية والشعبية داخل اليمن أن تتجاوز أهدافها الضيقة ومكاسبها الضيقة، وأن ترى لليمن كيمن، اليمن يتسع لجميع أبنائه، اليمن يتسع لجميع قبائل، اليمن اليمن خيار، اليمن خيار لكل اليمنيين. إذا انطلقوا أن اليمن هو خيار لكل اليمنيين، عرفوا كيف ينبذون هذه الفئة الفاسدة الإرهابية التي منعت جميع الخيارات الإنسانية والسياسية اللي ممكن أنها تنقذ اليمن من هذا الوضع التي وضعتها فيها هذه الجماعة. ولكن عندما يرون نعرف أن في أطماع وفي طموحات سياسية لبعض القوى السياسية داخل اليمن تريد أن تكسب من هذا الوضع وتريد أن تحصن بعض مكاسبها، هذا جعل والحوثي عرف يعمل من يعني هو زي الشيطان يعرف كيف يدخل من عند هذه الأنفس الضعيفة ليستمر وجوده ويستمر حضوره. فبالتالي متى ما أسقطوا مكاسبهم الضيقة ومكاسبهم الفئوية سقط الحوثي مع خياراته العدنية.